اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وآله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم كن لنا فيما أقمتنا فيه، اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، ولا تجري سوءا على أيدينا لمسلم يا رب العالمين، في ماله أو دينه أو عرضه يا أرحم الراحمين. نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما كان لك من حقوق فاغفره لنا، وما كان لخلقك فتحمله عنا، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في فصل إجمالي بعدما ذكر الصلوات الفرائض شروطها وأركانها وهيئاتها وأبعاضها ومبطلاتها وما تعلق بها، يريد أن يجمل لك إجمالا عدد الركعات المفروضة وعدد التسبيحات وعدد الأركان وهذه الأشياء كلها، لا تحتاج شرح كثير، ولكن هي مجرد بس أعداد نقرأها حتى نتعلم منها أمور إجمالية. فيقول: فصل في عدد ركعات الصلاة وركعات الفرائض، أي في كل يوم وليلة. في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة 17 ركعة. يعني عيب اما واحد مسلم تساله انت مفروض عليك كم ركعه في اليوم، يقعد يحسبها، يعني المفروض يبقى حافظها، بيصليهم كل يوم. هيقول لك طب استنى اما عد الصبح اثنين، ويقعد يعدها على عيد 17 ركعه، خلاص سهله 17 ركعه، 4 في 3 ب 12، اللي هو 4 3 فرائض ب 4 ركعات، واحد ب 3 ركعات اللي هو المغرب يبقى 15، واثنين الصبح 17. اوعى تحسبها بقى هي 17، ما عدا يوم الجمعة طبعا، لو هتصلي جمعة هتسقط ركعتين تبقى 15 يوم الجمعة، مش كده برضو؟ وفي القصر في السفر هتقلل 6 ركعات، عشان الثلاثة الرباعية هيبقوا 3 ثنائيات، مش كده برضو؟ هتبقى 11 ركعة، مش كده برضو؟ 3 مغرب واربعة في اتنين، 4 فرائض في اتنين ب 8، و3 مغرب 11، يبقى 11 في السفر، 17 في الحضر، 15 يوم الجمعه. سهله الحكايه دي. فعيب بقى ان واحد مسلم يجي يتسال سؤال زي ده ويقول لك استنى اما افكر، هو هيجاوبها صحيح بس يقعد يعدها، عيب. يعني عيب. في حين اما تساله مثلا عدد افراد لعيبه النادي الاهلي كام؟ يقول لك هو الاحتياطي يقولهم لك، والمتفرجين يقول لك اسمائهم كمان. يعني حاجات غريبه. فبيقول: وعدد ركعات الصلاة وركعات الفرائض في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة 17 ركعة. الحضر يعني المقيم اللي هو عكسه المسافر، مش كده برضه؟ أما يوم الجمعة حقه كان المقابل، يقول مقابل السفر مقابل الحضر، لأنه ذكر الحضر الأول وبعدين ذكر الجمعة نمرة 2، فلو عايز يفصل بعد كده لو راعى الترتيب حقه يجيب السفر، مش كده برضه؟ فلم يراعي الترتيب. والحكايه دي على فكره عند العرب جائزه، انك انت تراعي الترتيب او لا تراعي الترتيب، يسموه لف ونشر، مرتب وغير مرتب، يسموه لف ونشر، مرتب وغير مرتب. يعني مثلا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت، ابتدى بالاسودت مع انه قال اللي بيتبيض الاول، مش كده برضه؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد أيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم، فذكر اللي ابيضت نمرة 2 فإنه ذكرهم نمرة 1، يسموه لف ونشر غير مرتب. وأحيانا يأتي اللف والنشر مرتب، يقول مثلا: ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، لتسكنوا فيه اللي هو الليل لأنه ذكر الأول، ولتبتغوا من فضل اللي هو النهار، مش كده برضه؟ يبقى جاء في القرآن اللف والنشر المرتب والغير مرتب، ويبقى الاثنين بليغ، لأن كل ما جاء في القرآن يبقى بليغ في منتهى البلاغة. وعشان كده هنا لم يراعي الترتيب في اللف والنشر، لو راعى الترتيب كان قال لك إيه مقابل الحضر السفر،
ومقابل الجمعة في غير الجمعة، مش كده برضو؟ لكن هنا لم يراعي إلا يوم الجمعة 17 ركعة، خفضنا 2 يوم الجمعة. لو كانت طبعا سقطت الظهر، لأن أحيانا تصلي الجمعة وما تسقطش الظهر، هتيجي بعد كده في أبواب الجمعة إمتى تصلي جمعة وظهر، لأن أحيانا تصلي الجمعة ولا يسقط عنك الظهر. الكلام التفصيل ده طبعا عند الشافعية. لكن لو ما سقطش عندك هتحط بقى ال 15 زائد 4 يبقوا 19 يوم الجمعة، يبقوا 19 يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة، وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر اللي هو بيقصر الصلاة يعني ف11 ركعة. وقوله فيها 34 سجدة، طبعا كل ركعة فيها سجدتين، في 17 2 في 17 ب 34، يبقى في صلاة الفرائض فيها كم سجدة؟ 34، عشان هما 17 في 2 كل ركعة فيها سجدتين، مش كده برضو؟ و94 تكبيرة، 94 تكبيرة، تكبيرة الانتقالية، في تكبيرات انتقالية في الصلاة، كل ركعة فيها 5 تكبيرات انتقالية، كل ركعة فيها 5 تكبيرات انتقالية، مش كده برضو؟ لما تيجي تكبر عشان تركع ادي واحدة، وبعدين تكبر عشان تسجد بعد ما تقول سمع الله لمن حمده ادي 2، وبعدين ترفع من السجود وبعدين تسجد تاني وبعدين ترفع من السجود، ادي 5 تكبيرات انتقالية. كويس، يبقى 5 في 17، 5 في 17 بكام؟ 75. وبعدين في عندك تكبيرة الإحرام، 5 في 17 بكام؟ 85. وبعدين عندك 5 تكبيرات إحرام في 5 فرائض، يبقى 90. وبعدين عندك تكبيرة رفع للركعة بعد قراءة التشهد، بترفع تكبيرة بترفع للركعة الثالثة في 4 فرائض اللي هم فيهم صلاة أكتر من 2، يبقى عندك 4، يبقى يطلعوا كام؟ شوف بقى الشيخ قال لك 94، شفت حسبها ازاي الشيخ؟ قال لك و94 تكبيرة، شفت المشايخ بقى مين ازاي؟ و9 تشهدات، 9 تشهدات، لأن أنت عندك 5 تشهدات، 5 تشهدات ركن، مش كده؟ 5 تشهدات اللي هي التشهدات اللي بيعقبها تسليم في 5 فرائض، دول أركان، مش كده برضو؟ وعندك التشهد الأوسط ده من الأبعاد في 4 صلوات، يبقى دي 9 تشهدات، منهم 5 أركان فرائض يعني، ومنهم إيه 4 أبعاد. وعشان كده قال لك و9 تشهدات و10 تسليمات، لأنك أنت بتسلم تسليمتين، 5 منهم فرائض أركان و5 منهم سنن، مش كل صلاة 5 فرائض وكل فريض بتسلم مرتين، يبقى 10 تسليمات سهلة. و153 تسبيحة، انت عندك الركوع بتسبح فيه أدناه 3، والسجدتين كل سجدة بتسبح فيها أدناها 3، يبقى دي 3 مواضع بتسبح فيهم أدنى التسبيح 3، يبقى 3 في 3 ب 9 في 17، يطلع كام؟ 153. يبقى ده على الأدنى، أدنى الكمال. طب وعلى أقصى الكمال 11، ما تزودش عن 11 تسبيحة، ده أقصاها، أقصى الكمال كده، يبقى 11 تضربهم في إيه؟ في العدد اللي إحنا قلناه، في 3، 11 في 3 الأول 33 في 17، يطلع 500 وشوية، هيطلع 561، يبقى دي أقصى الكمال. احنا مش هنقرا كلام الشيخ البيجوري بقى، لان الكلام ده سهل، احنا بنقراه من ايه؟ من تصريح عمليات حسابيه سهله يعني. طيب، ولا عايزين نقرا؟ ممكن نقرا يعني. و53 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنة، وجملة الأركان في الصلاة 126، لأن 12 ركن في كل ركعة، 12 ركن في كل ركعة، وبعدين في 6 أركان ما بذكرهمش، منها النية ومنها تكبيرة الإحرام، مش كده برضو؟
يعني ومنها الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه. عندنا الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، خلافا لبقية مذاهب المسلمين كلها عندهم سنة، إلا الشافعية لا صلاة إلا بالصلاة على النبي، تبطل الصلاة عند الشافعية. عشان كده أنا بحب مذهب الشافعية الحتة دي في التشهد الأخير. أما الصلاة على النبي في التشهد الأوسط من الأبعاد، لو فاتها لو نسيها يسجد لها للسهو. يعني عند الشافعية لو قعد في التشهد الأوسط ولا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقام، يبقى عليه سجود سهو لأنه ما صلاش على النبي، لأن عندهم التشهد الأوسط ينتهي بالصلاة على النبي دون الآل. حلو مذهب الشافعي، حلو لأنه يهتم أوي بالصلاة على النبي. ولما تخلي الصلاة على النبي فرض تاخدها 70 درجة زيادة عن لو كنت اعتقدت انها سنة، وربنا هيديك على ظنك، ما هو ربنا عند ظن العبد. فلما تيجي تصلي على النبي ومعتبرها فرض عليك، ربنا هيحاسبك عليها بالفرضية، وانت بتعتبرها سنة عليك، وتلاقي صلاة الشافعي ثوابها اعلى من صلاة غير الشافعي، لانه اركانه اكتر، اركانه اكتر، خد بالك. عشان كده مذهب الشافعي حلو. الامام الروياني من الشافعية كان أيام الخلافة العباسية، أيام الخلفاء العباسيين، وكان في بغداد، كان قاضي كبير، المواردي، القاضي المواردي، كان في بغداد وكان شافعي، وأنت عارف إن بغداد دي كلهم أحناف، وكان قاضي كبير من كبار القضاة، وله كتاب اسمه الحاوي في المذهب الشافعي، كبير من المذاهب من الكتب الكبيرة، طبع حديثا كتاب الحاوي للمواردي. المهم الخليفة العباسي بيقول له ليه اخترت مذهب الشافعي؟ فعلل له بأن إيه؟ بأن الصلاة عند الشافعية أركانها أكثر فثوابها أعلى، والوضوء عند الشافعية أركانه أكثر فثوابه أعلى، فمن ابتغى الثواب الأعلى يتبع مذهب الشافعي في عباداته. وشوف الصلاة متكررة بقى، أنت كل يوم مش قاعد بتصلي، تصلي سنن وبتصلي فرائض، شوف قد إيه طول عمرك بقى، فتقعد تضرب كده تلاقي الشافعية 70. وعلشان كده كتير من الأولياء تلاقيهم شافعية، مش معنى كده يعني لازم يبقى، لا، لكن كتير. والله تعالى مش تعصب يعني، احنا على ارضنا وبين جمهورنا. الامام الشافعي مدفون عندنا هنا، الوحيد في المذاهب الاربعه اللي مدفون في مصر هو الامام الشافعي، فهو الامام الشافعي هنا على ارضه وبين جمهوره، مش كده برضه؟ لكن اما هتروح انت بقى في بغداد تلاقي الامام ابو حنيفه هناك. وبعدين الامام الشافعي تتلمذ على فقه الامام ابو حنيفه، وتتلمذ على فقه الامام مالك، وتشيخ وكان شيخ الامام احمد بن حنبل. فكان الامام الشافعي يعني ايه العقد بين المذاهب الاربعه، هو ده اللي جمعهم كلهم. فمذهب حلو يعني جميل، والمذهب الوحيد الذي لم ينتشر بحد السيف. المذاهب الثلاثه الثانيه انتشرت بحد السيف، تصدق بقى؟ مذهب المالكيه نشروه بحد السيف في الأندلس والمغرب العربي، الحكام القضاة يبقوا ملكية، وأي واحد يتكلم في مذهب مالك ويناقشه كانوا يعني يعتقلوه كأنه عاف في القرآن. طول عمر المغرب العربي والأندلس ودولة المرابطين ودولة مش عارفين ودولة مين في الأندلس على مدى 600 سنة كان مذهبهم مالكي قح، بس ما يعرفوش إلا المذهب المالكي فقط، فهمت ازاي؟ فانتشر المذهب المالكي هناك. والمذهب الحنفي نشره العثمانيين. العثمانيين قعدوا 600 سنه يحكموا البلاد خلافه كبيره، وجعلوا المذهب الرسمي للدوله العثمانيه والمذهب الحنفي، فنشروا برضه السلاح. كويس؟ والمذهب الحنبلي نشروا الوهابيه برضه بالسلاح، محمد بن عبد الوهاب وال سعود نشروه بالسلاح وسيطروا على جزيرة العرب وسموها سعودية، وهي أيضا الأرض الحجازية. وبعدين تبنوا المذهب الحنبلي، وهم أيضا لا يتبعوا المذهب الحنبلي بحذافيره. لكن المذهب الشافعي مين اللي تبناه بقى؟ من السياسيين؟ لا أحد. ولم ينتشر المذهب الشافعي إلا بقوته العلمية، بقوته العلمية فقط. وعشان كده تجد مؤلفات الشافعية كثيرة، وأكثر ناس خدموا المذهب علماء الشافعية، خدموا مذهبهم جامد في التصنيف والتأليف وغير ذلك. فالحمد لله الذي جعلنا شافعيين، ولو لم أكن شافعيا لوددت أن أكون شافعيا. وإن أصلا بقينا شافعية لأن ربنا يسر لنا مشايخ لما طلبنا علم الدين، المشايخ اللي ربنا يسره لنا اللي احنا لقيناهم قدامنا كانوا شافعية.
فتعلمنا عليهم. اول ما عرفنا وعينينا فتحت على الدين كده قلنا نتعلم الدين، رحنا للشيخ محمد الحافظ التيجاني، كان مالكيا، تعلمنا منه الحديث، وبعدين تعرفنا على الشيخ نجيب المطيعي كان شافعيا فتعلمنا منه الفقه الشافعي، ثم بعد ذلك تعرفنا على السيد عبد الله الصديق الغماري نصحنا بالاستمرار في المذهب الشافعي وقال انه يفتي على المذهبين المالكي والشافعي، ثم عرفنا بعد ذلك بالدكتور علي جمعة وكان شافعيا فتعلمنا عليه من سنة 80 إلى ما شاء الله. وبعدين بعد كده تعرفنا أيضا على الدكتور كمال عناني وكان شافعيا، وتعرفنا على الدكتور نصر فريد واصل اللي هو كان مفتي مصر كان شافعيا، هم دول اللي احنا خدنا منهم الفقه الشافعي، فكل اللي تعرفنا عليهم وجم في سكتنا طلعوا شافعيين، فده تيسير ربنا يعني الحمد لله. أحمد محمد نشأ في بغداد لكن مذهبه لم يروج ولم يكن له أتباع كثيرين، دفن في بغداد. بس أنت لو رحت بغداد مش هتزوره عشان الوهابية ما بيحبوش يزوروا الأموات، لكن إحنا نروح نزوره. فالمهم يعني فعرفت بقى إن الشافعية صلاتهم فرائضها أكثر فثوابهم أعلى، فهمت بقى إزاي الحتة دي، فتمسك بهذا وعد على ذلك بالنواجذ. وعشان كده بيقول لك والأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، لو عديت الترتيب زود واحد يطلع 31 ركن، لأن هو ما عدش الترتيب. احنا عندنا مراعاة الترتيب طبعا، ركن إن لازم يبقى السجود بعد الرفع من الركوع، ولازم يبقى الركوع بعد القراءة، وهكذا الترتيب ده لازم. وفي المغرب 42، حط عليها الترتيب يطلع 43 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، لما تجمع دول يطلعوا الايه 126 ركن، حط عليهم الترتيب يطلعوا اكتر. والكلام ده كله بقى ظاهر عن الشرح، هنيجي بقى للحتة اللي احنا ايه نهتم بيها اللي هي ومن عجز عن القيام في الفريضة في الصفحة اللي بعدها، هي دي بقى اللي هنبتدي نتكلم فيها، لان الاعداد دي سهله احنا عديناها كده وربنا يسترها لنا. بيقول ومن عجز عن القيام في الفريضه لمشقه تلحقه في قيامه، صلى جالسا على اي هيئه شاء، لو ما استطاعش القيام، احنا عندنا القيام ركن من اركان الصلاه مع القدره، يسقط اذا فقد القدره على القيام، كويس؟ فإذا سقط عنه لفقد القدرة عن القيام نقوم نقول له اجلس، لو كان كل الجلوس بالنسبة له يريحه يبقى أفضل جلسة هي جلسة الافتراش اللي هي جلسة التشهد الأوسط، لو كان كل الجلسات بتريحه يقوم يختار جلسة من نوعية جلسات الصلاة يصلي عليه علشان تبقى هيئة تشبه هيئة الصلاة، فيبقى أفضل الجلوس لو فقد القدرة على القيام هي جلسة الافتراش، كويس؟ طيب لو ما قدرش الافتراش يتعبه اللي هو جلسة التشهد الأوسط يعني، يبقى خلاص نقول له اختار الجلسة اللي تعجبك، عايز تقعد مربع، تقعد على كرسي، تقعد على فوتيه، زي ما انت عايز، تقعد فارد رجليك، زي ما انت عايز، القعدة اللي تريحك اعملها طالما فقد القدرة على القيام. صلى جالسا على أي هيئة شاء، ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر. الأظهر هو الراجح في الأقوال، الراجح في أقوال الإمام الشافعي يسموه الأظهر أو المشهور، وما يبقى الراجح في الأوجه اللي هي المجتهدين في المذهب، لأن المجتهد في المذهب لما يجتهد ويقول حاجة على قاعدة المذهب وما يكونش قالها الإمام الشافعي يسموها وجه، والراجح في الأوجه يسموه الأصح أو الصحيح، كويس؟ لكن الراجح في الأقوال، والأقوال لا تقال إلا للإمام الشافعي، يسموه الأظهر والمشهور، كويس؟ طب وساعات يقول لك المذهب كذا، يبقى الراجح في الطرق، في الطرق، والراجح في الطرق يسموه المذهب، لأن الإمام الشافعي روى مذهبه تلامذة لي، ففي طريق عن الربيع الجيزي وعن الربيع المرادي وعن المزني، واخد بالك، وعن البويطي، كل ده روى عن الإمام الشافعي مذهبه، فالطريق اللي جاي عن البويطي لو اختلف عن الطريق اللي جاي عن المزني في مسألة، فالراجح في الطرق يسموه المذهب، واضح؟ يبقى عرفت القواعد دي عشان لما تيجي تقرا بعد كده في كتب الشافعيه تفهم، اما يقول لك المذهب كذا يبقى معناه بيرجح في الطرق،
وما يقول لك الأزهر كذا يبقى بيرجح في أقوال الشافعي، وما يقول لك الصحيح كذا يبقى بيرجح في الأوجه اللي هي مجتهد المذهب. فهمت بقى الحكاية؟ وعلشان كده بيقول لك أفضل من تربعه في الأزهر. كأن الإمام الشافعي عنده قولان، إن التربع والافتراش سواء، وقول تاني يقول إن الافتراش أفضل من التربع، والقول اللي بالافتراش أفضل من التربع هو الأزهر، يعني اللي عليه الفتوى يعني. فهمت بقى؟ طيب، ومن عجز عن الجلوس في أي وضع جلوس صعب عليه صلى مضطجعا. الاضطجاع يعني ينام على جنب، على احد جنبيه. طب لو جنبيه الاثنين مريحينه، يعني يقدر ينام على اي جنب، نقول له نام على الجنب اليمين، يبقى الجنب الايمن افضل. لو الجنب الايمن يتعبه يبقى ينام على الجنب اللي يريحه كويس، الشمال ما يجراش حاجه، ويبقى نايم متوجه للقبله، ينام على جنبه متوجه للقبله كالجنازه، زي صلاه الجنازه كده. كويس. طيب، جنابه وجعان ما يقدرش ينام الا مستلقيا، يعني على قفاه كده على ظهره. فهمت ازاي؟ يبقى ايه، لو عجز عن الاضطجاع يعني على احد جنبيه، يبقى ينام مستلقيا ويصلي مستلقيا ورجليه للقبل، يبقى رجليه للقبل علشان لما يرفع دماغه كده بمخده يبقى باصص للايه؟ للقبل. واضح؟ كل ده ممكن تعمله للمريض، تعدل سريره كده، تعدل السرير بتاعه بحيث اما يبقى نايم مستلقي كده يبقى للقبلة. لو كان هيصلي مضطجعا هتروح عادل السرير كده بحيث تعرضه بالنسبة للقبلة، بحيث انه يروح نايم على جنبه. دي سهلة يعني، اللي بيمرض مريض سهل عليه ان هو يرتب له مثل هذه الامور. فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، يعني بعينه، عينه يفتحها كده يبقى ده القيام، يسبلها شوية يعني نص قافلة يبقى ده الركوع، يغمضها خالص يبقى ده السجود، يبقى يصلي بعينه، يعني يجري حركات الصلاة على عينيه. ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده. كويس؟ لو كانت رقبته كويسة يعني يعمل كده، ويعني يعمل كده ويعمل كده برقبته، تحرك حركات الصلاة برقبته. فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأكفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى كله بقى غلبان كده. في عيانين كده تلاقيهم مساكين يعني، تلاقيه نايم كده سطيحة خالص، مش قادر، جميع مفاصله بقت متصلبة ومتيبسة يعني كده، وبقى حتة واحدة زي الناس بيجي لهم روماتويد في أواخر أيامهم، تلاقيه كده حتة واحدة خشبة، ما عندوش ما عندوش مفصل يعني، بقى كله حتة واحدة خشبة فيه. فده بيجري الصلوات على ايه؟ على قلب. خشبة، ما هو رأسه دي مفاصل برضه، مش قادر. تيجي لو شلته من دماغه كده تلاقي كل ظهره اترفع معاك، كأنك بتشيل حلو خشب. شوف قد ايه، شفنا احنا ناس كده، مرضى كده، ربنا ينجينا يعني. لكن ده كله يبين لك أهمية الصلاة للمسلم، إنه مفيش عذر بقى يسيبها. فما بالك بقى واحنا اصحاء كده وقاعدين بنضيعها، يبقى عيب علينا بقى. اذا كان الراجل التعبان ده اللي مش قادر يتحرك اهو ما سقطتش عنه، نقوم العالم اللي قاعد على القهوه هتسقط عنه؟ او ما يبقى في ماتش للاهلي هيسقط عنا الصلاه؟ او ما يبقى في مثلا فيلم ولا مسلسل تسقط علينا؟ عيب يعني. ده بيبين لك اهميه الصلاه في حياه المسلم، وان ربنا لم يرفعها عن حتى المحارب وقت محاربته، حتى وقت ما بيبارز عدوه وجاء وقت الصلاة يصلي صلاة شدة الخوف من شدة الحركة، يبقى بيبارز وبيصلي. إلى هذه الدرجة الصلاة مهمة في حياة المسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. والفرض الوحيد اللي في فرائض الدين الذي إذا تركه يختلف العلماء على كفره من عدمه هي الصلاة. شوف قد إيه، مفيش حد قال إن يكفر بترك فرض من الفرائض ولو تكاسلا إلا في الصلاة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول تركها تكاسلا يكفر، كافر لو تركها تكاسلا. شوف قد إيه، يبقى الصلاة دي عملية مش قليلة يعني. كنا مرة بنسأل الشيخ محمد الحافظ التيجاني رحمه الله سنة 76، كنا في الزاوية التيجانية بنقرأ عليه الموطأ يوم الجمعة، كنا لسه طلبة في الكلية يعني سنة رابعة،
وبعدين واحد مننا بيسأله، يعني كان بيتقدم يخطب واحدة، فقول أبوها ما بيصليش بس راجل طيب يا عم الشيخ، ممكن يعني أخطبها كده وأتجوزها؟ قال له يعني إيه راجل طيب وما بيصليش يعني؟ قال له يعني ما بيسكرش، ما بياكلش حرام، يعني راجل طيب ما بيأذيش حد، راجل في حاله كده، حتى جيرانه بتحبه، لكن ما بيصليش. قال له يا ابني تارك الصلاة ده إمام الفاسقين. فإحنا فاكرين الكلمة بتاعته دي، ده مش فاسق بس، ده إمام الفاسقين، يعني هو في الفسقة كده صف وهو الإمام بتاعها. شوف قد إيه، يقول أشد من يشرب الخمر ويصلي، أشد من يشرب الخمر ويصلي. شوف قد إيه بقى، عملية مش قليلة ترك الصلاة دي، والناس تتهاون فيها. فبيقول لك هنا، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا والمصلي قاعدا، لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور. يعني طالما هيصلي قاعد، طالما عجز عن القيام ياخد أجر القائم، أجره كام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فمحمول على النفل عند القدرة. سألوا سيدنا عبد الله بن المبارك أظن أو العز بن عبد السلام على واحد كان ورع قوي وما كان بطل ياكل إلا للضرورة القصوى، فضعف جسمه حتى أنه عجز عن القيام في الصلاة، فقال لا خير في ورع يمنعه من أداء الفرائض، عليه أن يأكل حتى يتقوى لأداء الفرائض. واخد بالك الحتة دي برضه مهمة يعرفها الناس اللي بيدعوا الزهد يعني. فهنا هنقرأ كلام الشيخ البيجوري على الكلام ده، بيقول ومن عجز عن القيام شروع في الشق الثاني من المعقود له هذا الفصل، ومناسبة ذلك هنا أنه لما عد الأركان وحرض على معرفتها كان ذلك مظنة أن يتوهم أن الصلاة لا تؤدى إلا على هذا الوجه المعروف، فأشار إلى بيان أنها تؤدى على الوجه المقدور عليه عند العجز عن غيره. يبقى بتؤدى على الوجه المقدور عند العجز عن غيره، كويس؟ لأن احنا القاعدة الشافعية اللي هي القاعدة الخامسة في المذهب أن الميسور لا يسقط بالمعسور، مش كده برضو؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، لقول النبي وقت مما أمرتكم ما استطعتم. وإنما خص القيام دون بقية الأركان لأن الأغلب العجز عنه. الأغلب ليه ما قالش الكلام؟ ما ممكن واحد يجيله آفة زي جلطة نسأل الله السلامة، يفقد النطق، القدرة على النطق، طب هيصلي ازاي؟ والصلاة فيها قراءة، هيجري القراءة على قلب أو يحرك لسانه بيها وخلاص، فهمت ازاي؟ إن كان عنده حركة في لسانه. ما هو ده عجز برضه، بس مش هتسقط عنه الصلاة طالما لسه في عقل إيه مكلف. لكن هو هنا اتكلم على القيام لأن الغالب بتخش الجوامع تلاقي تملي صف كده عاملين لك الجماعة مسمينه احنا صف المعاشات. واخد بالك؟ تلاقي صف كده الناس تقعد تصلي عليه وهي قاعدة. لأن الغالب العجز عن القدرة على القيام. بس طبعا عند الشافعية غلط، اللي جاي من بيته ماشي ده ويجي يصلي قاعد غلطان، لأنه طالما جاي ماشي يبقى عنده القدرة على القيام أهو، فإزاي يصلي وهو قاعد؟ يقول لك أصل ركبي بتوجعني لما طيب ما تصلي اقرأ الفاتحة وأنت واقف وبعدين اقعد بعد ما تركع ساعة السجود بس، مش كده؟ ممكن يعمل كده، يعمل كده زي ما أبو وهب بيعمل كده، مش أبو وهب بيحط الكرسي ويقرأ الفاتحة ويعمل كده وسيد؟ أو لأنهم عاجزين عن القيام بس، عجزوا عن إيه؟ عن القيام، عن السجود، عن السجود بس، لكن القيام عندهم القدرة على القيام. لكن اللي بيعملوا كده صلاتهم صحيح عند الأحناف بس، اللي هو بيجي ماشي ده وبعدين ركبه وجعاه وظهره وجعه فيروح جايب الكرسي وقاعد ويصلي الصلاة كلها قاعد، صلاته صحيحة على مذهب الأحناف، لكن على مذهب الشافعية لا. ما هو احنا قايلين لو عجز عن القيام يقعد، لو قادر على القيام يقرا من القيام، لو احنا نشوفه عجز عن ايه؟ يقول لك انا مش قادر ركبي تلمس الارض، نقول له خلاص يبقى اقرا الفاتحه وانت واقف، ولما تيجي تسجد يبقى اقعد على الكرسي، مش كده برضه؟ يعني على حسب هو ايه العجز اللي عنده. فبيقول هنا وانما خص القيام دون بقيه الاركان لأن الأغلب العجز عنه. طبعا المصريين كلهم ركبهم واجعهم
وظهرهم وجعهم وكرشهم قدامهم من اكل المحشي. واخد لان اصل ليه بقى المصريين مشكلتهم؟ ان المصريين لازم ياكل 3 وجبات، وانه اول ما يجوع لازم ياكل، ولما ياكل لازم يشبع. فدي المصيبه. فعندهم مصايب كتيره جدا، دي بتخليهم يجيلهم امراض كتيره، ويخليهم بقى ايه؟ يعجزوا عن القيام، ويعجزوا ركبه وجعاه، وطول النهار ايا ظهري وايا ركبي وايا مفاصلي، وشغلانه كبيره. فلازم يغيروا عاداتهم دي. يعني اولاد بلدنا لازم يغيروا عاداتهم دي. واحد جاء يمشي مع احد الاولياء الصالحين يقول له يعني اريد ان اصاحبك لتعلمني الوصول الى الله. قال كيف تاكل؟ بيساله. قال اذا جعت اكل. قال ومتى تنتهي من الطعام؟ قال اذا شبعت انتهي. قال اذهب فتعلم كيف تاكل ثم ائتي اصحبني. قال له هذا اكل البهائم، انت كده بتاكل اكل البهائم، فازاي جاي تتعلم تبقى ولي؟ فهمت ازاي؟ البهيم اول ما يجوع ياكل، ولما يجوع ولما ياكل يشبع. يبقى دي بقى ايه؟ يعني اكل. علشان كده قالوا من اكل 3 فليتخذ له مدودا. مدود، عارف المدود؟ رحت الارياف يقول لك ما يبقى على المداود الا شر البقر، عارف انت القصه؟ طيب المدود ده اللي هي البتاعه دي اللي بيحطوا فيها التبن، والعجل طول النهار حاطط بقه في التبن، عشان كده سموه عجل. نور قاعد ياكل ويشرب ويوسخ الدنيا. طبعا هو الاكل هينزل حاجات يوسخ الدنيا، فعيب بقى ان البني ادم المسلم المحترم يبقى كده. اكل الصالحين وجبه في اليوم، واكل اهل اليمين اصحاب اليمين 2 في اليوم، واكل بقى اللي بيربي لحم 3 في اليوم. والمصيبه عند المصريين مصيبه كمان اخرى، ان لو فاتوا العشاء يقولوا له في عرق في القفا، يقول العشاء العشاء، فلازم ينام متعشي. انا جت جدتي تقول لي كده وانا صغير، اجي بالليل شبعان مثلا وبتاع، لا يا ابني اوعى تنام كده، في عرق في القفا يقول العشاء العشاء، لازم ياكلونا وينيمونا واحنا بطننا قد كده. ليه كده؟ حتى بنربي عيالنا غلط. فالحكايه يعني لازم نربي عيالنا على ان هم يبقوا يعني رجاله صالحين، مش مهم يشبع، وفي نفس الوقت مش مهم يجوع قوي، يعني يبقى عادي كده وسط، اما يجوع ياكل، ولما ياكل مش شرط يشبع. عشان كده كانوا زمان ياكلوا مجموعه كلهم في طبق واحد، لو الطبق يفضلوا ياكلوا لحد ما الطبق يخلص، مش لحد ما هم يشبعوا. فتلاقي ده كان نص بطن، وده تلت بطن، وده ربع بطن، والحمد لله وخلاص ومفيش طبق غيره. مش كده برضه؟ وعلشان كده كانوا زمان تلاقيهم ايه؟ عندهم رشاقه، ايام ما كانوا بياكلوا كلهم مجموعين في طبق واحد. كل العيله تتلم، ويجي ده من كتف ده، وده ناوله بقه، وده ملوش مكان حتى الدايره ايه مليانه ناس. كانوا زمان كده يتلموا كلهم على طبليه، حاجه اسمها طبليه، اختراع قديم. كانوا يقعدوا. الوقت لا، للأسف النظام بقى الاتيكيت الأوروبي في الأكل، كل واحد طبق قدامه ويغرف، وكل ما يخلص يغرف تاني، وكل ما يخلص يغرف تالت، لحد ما كرشه يخبط في الترابيزة، وفي الآخر ياخدوه منقول على المستشفى يعملوا له غسيل معدة. ما ينفعش كده، يعني نظام الأكل ده بلاش منه. كل ده هيؤدي على عبادتك أصلا، في الآخر هتلاقي نفسك مش قادر على القيام، مش قادر تقرأ الفاتحة وأنت واقف. عايز تروح تحج، وادي احنا في موسم الحج، تلاقي نفسك مش عارف تطوف، مش عارف تسعى، مش عارف تمشي من المزدلفه لحد منى 5 كيلو ولا 6 كيلو. يستنى العربيه مأسد، قاعد مأسد مستني العربيه عشان تنقله ال5 كيلو دول. طب ما هو لو نشيط هيمشيهم. تروح تلاقي الهنود ماشيين، الباكستانيين ماشيين، المغاربه ماشيين، الجزائريين ماشيين، والمصريين مأسدين قاعدين مستني العربيه. حاجه تكسر. شفت بقى؟ بس المهم ما تبقاش ركبك بتوجعك. فخد بالك من الحكايه دي. يبقى لا تاكل، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا تاكل الا اذا جعت، واذا اكلت فلا تشبع. مش كده برضه؟ كانت عاده النبي كده. ويا سلام بقى لما تاكلوا كلكم من طبق واحد. جميله. اولا العيال ولادك الصغير ايده تطيش كده في الصفحه، يروح موقع الطبق، تقوم تنكد عليك، تقوم تاكل بسرعه، تقوم تعمل حاجات كويسه، حاجات حلوه برضه. وبعدين يبقى ايده كده مش نظيفه، يجي ياكل كده وتفتف في الطبق، تقوم انت تقرف، تقوم تبطل الاكل. حاجات حلوه برضه مفيده، يعني كلها في الاخر مجموعها مفيد. اولا الواد فرح، وان هو كل مع ابوه،
وفي نفس الوقت لغمط الدنيا وتعلم، وفي نفس الوقت انت كلت بسرعة وحاجات كلها، بس ما تضربوش وتعلمه انه ياكل مما يليه ويقول بسم الله، وتلاقي فيه ألفة، بتلاقي فيها علاقة حلوة ان الأسرة كلها قاعدة بتاكل مع بعضها. حتى الحاجات الظريفة اللي دمها تقيل دي بتلاقيها في الآخر لما تبص لها كده بنظرة فيها عقل تلاقي انها حلوة فيها فائدة. فهمت ازاي؟ فحاول تجرب الحكاية دي. فبيقول هنا: فأشار إلى بيان أنها تؤدى على الوجه المقدور عليه عند العجز عن غيره، وإنما خص القيام دون بقية الأركان لأن الأغلب العجز عنه. ولو طرأ العجز، طب افرض طرأ العجز أثناء الصلاة، فهمت ازاي؟ أتى بمقدوره، يعني هو بيصلي كده وفي الركعة التانية حس بدوار وبدوخة وهيقع، لكن هو برضه فاكر الصلاة كويس، له أن يجلس ويكمل صلاته جالس. فهمت ازاي؟ أتى بمقدوري لأنه طرأ العجز عليه في أثناء صلاتي. طب افرض إنه بادي في أول الصلاة عاجز، فدعا في الركعة الأولى إن ربنا يقويه ويشفيه، فربنا استجاب لي في الركعة التانية عايز يقف. خف بقى. ربنا استجاب في الحال، زي الراجل اللي كان مش شايف ده في الصعيد ودعا في ليلة القدر، قام رفع دماغه لقى نفسه بيشوف. من السجود في الحال كده، ما يكون فاهم. فهمت ازاي؟ فإذا طرأ عليه القدرة في أثناء الصلاة وبدأها جالسا يوم يقوم يكمل صلاته من القيام، وإذا طرأ عليه العجز وبدأ صلاته قائما يوم يكمل صلاته من القعود. فهمت بقى؟ ولو طرأ العجز في أثناء الصلاة أتى بمقدوره، كما لو طرأت القدرة في أثنائها فإنه يأتي بمقدوره أيضا. وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، بخلاف نهود القادر فلا تجزئه القراءة فيه لقدرته عليها فيما هو أكمل، فلو قرأ فيه شيئا أعاده. حتة حلوة دي، بيقول لك لو طرأ عليه العجز في أثناء صلاته من قيام فاضطر يقعد، فيقول لك فلا يقرأ، فيقرأ وهو إيه بينزل للجلوس، لأنه بينزل من الأكمل للأدنى، فيبقى القراءة إيه مفيدة، لأنه هو في الآخر الجلوس أدنى من القيام، فهو نازل يقعد نفسه يستمر في قراءة الفاتحة ما يبطلش، لأنه هيترك الأكمل للأدنى، بخلاف ما لو طرأ عليه القدرة على القيام وبدأ صلاته من قعود وحب يقوم فيقول لك فلا يقرأ وهو قائم. فهمت ازاي؟ لحد ما يستقر قائما، كل ده في الفاتحة طبعا، حتى يستقر قائما واخد بالك، وبعدين بعد كده يقرأ. فهمت الفرق بين الاثنين؟ فإذا قرأ وهو قايم من قعوده إلى قيامه فهذه القراءة لا تجزئه، لأنه عنده القدرة أنه يقراها كلها من قيام كامل. فهمت؟ فيعيد القراءة، ففي الحالة دي يعيد القراءة. خدت بالك الفرق بين الاثنين؟ ولو قدر على القيام بعد القراءة، خد بالك خلص القراءة هنا وبعدين طرأ عليه القدرة على القيام بعد ما خلص القراءة، وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه، لأنه هو الوقت الأكمل أنه هو يركع من قيام، مش كده برضو؟ فهو خلص القراءة وهو قاعد، وبعدين طرأ وجد في نفسه نشاط وخفة يستطيع القيام، فيبقى في الحالة دي يقوم بقدر الطمأنينة عشان الأولى أن يركع من قيام بدل ما يركع من قعود. فهمت إزاي؟ ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة لمجرد أن يقف كده علشان إيه؟ يركع، ليركع منه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه. وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة انتصب إلى حد الركوع ليطمئن. طب هنا بيقول لك إيه؟ طب افرض إنه قدر على القيام وهو راكع وهو جالس. الحمد لله. الحمد لله. يقوم ينتصب إلى حد الركوع، يقوم في الحالة دي أنا أهو راكع وأنا جالس كده، فطرأ علي القدرة على القيام، أو ما أفضل قايم كده إلى حد الركوع، لأن ما أمشى منتصب، وإلا لو انتصبت وجيت يبقى كأني ركعت مرتين، مش كده برضو؟ يبقى في الحالة دي يروح قايم وهو إيه مائل إلى حد الركوع. فهم؟ لكن الثاني طرأ علي القدرة على القيام بعد القراءة وقبل الركوع، يقوم يقف وبعدين ايه الى اقل من حد الاطمئنان، والتاني طرأ عليه القدرة على القيام اثناء الركوع، يقوم ايه ينتصب راكعا. واخد بالك؟
انتصب إلى حد الركوع ليطمئن، فإن انتصب ثم ركع عمدا عالما بطلت صلاته، وإلا إنه جاب ركوعين في ركعة. فهمت المسألة؟ أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه، يعني طرأت عليه القدرة على القيام في بعد تمام الاطمئنان في ركوعه، يبقى ما يجبش عليه إنه هو خلاص يقف، لأنه أتم الركوع خلاص، كأنها جاءت القدرة بعد الانتهاء من الركوع، فيبقى في الحالة دي ما يقومش. أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. كل ده كما في أصل الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي، ومقتضاه أنه يجوز له ذلك، وبه صرح الرافعي وقيده بما إذا انتقل منحنيا بخلاف ما إذا انتقل منتصبا. يعني يجوز له أنه هو ينتقل لو جاله القدرة على القيام بعد الركوع بشرط أن ينتقل منحنيا، كويس، يجوز له وإن كان لا يجب، وإن كان لا يجب. فهمت إزاي؟ والممتنع أن ينتقل منتصب. فهمت المسألة؟ وعلى الأول يحمل إطلاق الروض الجواز، وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع اللي هو لو انتقل قائما بعد الاطمئنان، فهنا يمنع. فهمت الفرق؟ ولو قدر عليه في الاعتدال، الاعتدال يعني عند لما قال سمع الله لمن حمده، ركع وهو جالس، قرأ وهو جالس، وركع وهو جالس، وبعدين بعد كده قال سمع الله لمن حمده، فطرأ عليه القدرة على القيام في اللحظة دي عند قوله سمع الله لمن حمده، قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتا. لو طرأ عليه القدرة على القيام بعد الرفع من الركوع يبقى إيه؟ قبل الاطمئنان وجب عليه القيام، وبعد الاطمئنان يقوم لو أراد قنوت زي في الصبح، كويس؟ في محل، وهو اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح اللي هو وقت القنوت، وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول. وقضية المعلل وهو عدم لزوم القيام بعد الاطمئنان، يعني وقضية وهو عدم لزوم القيام جوازه، طالما لا يلزم يبقى يجوز، يعني لا يجب لكن يجوز يعمل يقوم. وقضية التعليل وهو أن الاعتدال ركن قصير فلا يطول منعه، وهو أوجه، فالمنع أوجه، فالمنع أوجه من الجواز. ليه؟ لأن هنا جينا في ركن اللي هو الاعتدال من الركوع، ده ركن قصير أصلا لا يطول بلا ضرورة، وإلا تبطل فيه الصلاة عند الشافعية، ففي الحالة دي يبقى المنع أقوى من الجواز في حالة لو قدر على القيام بعد الرفع من الركوع والاطمئنان فيه ما لم يريد القنوت. فهمت بقى المسألة؟ ركز معايا. وهو أوجه، فالمعتمد عدم جواز القيام حينئذ، حينئذ اللي هو إيه؟ حينئذ. يقول لك التنوين هنا عوض عن جملة، حينئذ تعويض عوض عن جملة، أي حين القدرة على القيام بعد الرفع من الركوع في حال كان عاجزا عن القيام بعد الاطمئنان فيه. فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي بقى يبقى المنع أولى، أخذا بمقتضى التعليل، أخذا بمقتضى التعليل. التعليل إيه؟ إن الرفع من الركوع ده ركن قصير فلا يطوله بلا ضرورة. فإن قنت قاعدا عامدا عالما بطلت صلاته. بيقول لك لو عند القدرة على القيام طرأت عليه عند الرفع من الركوع وكان عليه قنوت هنا، فاستمر في قنوته قاعدا، يبقى هنا تبطل صلاته لأنه أحدث جلوسا للقنوت، والقنوت لا جلوس فيه. فهمت ازاي؟ لأنه أصبح في هذه الحالة جلوسه ده مش مجدل للقيام، لأنه عنده القدرة على القيام، فأصبح جلوس اسمه جلوس مش قيام. مش فهمت ازاي؟ إنما أيام ما كان عاجز كان جلوسه ده هو القيام، فكان يقنط وهو جالس، لكن لما طرأ عليه القدرة على القيام عند إرادته القنوت فقنت وهو قاعد تبطل صلاته، لأنه كأنه أحدث قعودا للقنوت، والقنوت لا قعود فيه. فهمت بقى؟ كأنه غير في هيئته.
بس هنا احدث قعودا، فاحداث قعود كانه حركه زائده. فهمت ازاي؟ الحاجات دي دقيقه بتربي فيك الملكه الفقهيه، كل الحاجات الصور دي كلها بتربي فيك بقى الملكه الفقهيه اللي بيها تستطيع انك انت تستنتج الاحكام في امور قد لم تكن قراتها. لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول، وقضية المعلل وهو عدم لزوم القيام جوازه، وقضية التعليل وهو أن الاعتدال ركن قصير فلا يطول منعه وهو أوجه، فالمعتمد عدم جواز القيام حينئذ أخذا بمقتضى التعليل. فإن قنت قاعدا عامدا عالما بالشروط دي كلها، خد بالك، افرض لو جاهل بقى بالحكم، خلاص سيبه بقى صلاته صحيحة لأنه جاهل بالحكم، لأنه قد يخفى على العوام التفاصيل دي، قد تخفى على العامة. فإن قنت قاعدا عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه أحدث جلوسا للقنوت مع القدرة على القيام، وينبغي تقييده بما إذا طال جلوسه، لأنه لا يضر جلسة يسيرة بين الاعتدال والسجود، لا يضر جلسة قصيرة بين الاعتدال والسجود. يعني افرض، بيقول لك افرض انه هو فعلا اعتدل قائما وبعدين جه نزل عشان يسجد، فجلس لحظة كده علشان يسجد متهيئا، فدي ما تضرش. فقال طالما لو كان الجلوس ده قصير فيجوز الجلوس القصير في الاعتدال، يبقى تقييد هذا إذا طال جلوسه للقنوت، لكن لو ما طالش يبقى ما يضرش. فائدة فائدة: سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على ما يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن القيام في الفرائض وعن الجمعة والجماعات، فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى ترك فرائض الله تعالى. دي حتة مهمة. قوله في الفريضة: أي ولو فاتته في الصحة فيقضيها على حسب حاله. يعني ومن عجز عن القيام في الفريضة، دل على أن في السنة ممكن تصلي النوافل مع القدرة على القيام من قعود، ما فيهاش مشكلة، وحتى عندك القدرة على القيام. لكن هنا في الفريضة: أي ولو فاتته في الصحة فيقضيها على حسب حاله. يعني افرض فاتتني أنا صلاة في حال صحتي فقضيتها في حال مرضي، أقضيها على حالي وأنا بقضيها الوقت، مش أقضيها بقى إيه، لأن مش هعرف القيام. فهمت إزاي؟ يعني واحد مثلا فاتته صلوات وهو شاب وبعدين عايز يقضيها وهو شيخ كبير ولا يستطيع القيام، يقضيها من قعود. مش نقول له لا ده انت الصلوات دي كانت شاب لازم كنت تصليها وانت القيام، لا، هيصليها على حال. وخرج بالفريضة النافلة فإنه يجوز له القعود فيها مع القدرة على القيام، والاضطجاع مع القدرة على القعود، ولا يجوز الاستلقاء وإن أتم ركوع وسجوده لأنه لم يرد كما في المنهج. يعني يجوز تصلي النافلة من قعود مع القدرة على القيام ولك نصف أجر القائم، وتصليها من اضطجاع مع القدرة على القعود ولك ربع أجر الإيه؟ القائم. لكن لا يجوز أن تصليها من استلقاء على ظهرك طالما تستطيع الاضطجاع أو القعود أو القيام. واضح؟ حتى النافلة. فهمت الحتة دي؟ ما هو الاضطجاع يكون على جنبه والاستلقاء يبقى على قفاه. قول: لمشقة تلحقه في قيامه. يعني ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا، أي بحيث تذهب خشوعه أو كماله، وهو مراد من عبر بالمشقة الشديدة، لأن إذهاب الخشوع أو كمال ينشأ عن مشقة شديدة. يعني افرض أنت عندك ألم خفيف كده في ظهرك من الوقفة ده، لكن ما بيخرجكش عن الخشوع وعن الصلاة، يبقى أنت مش عاجز. العجز اللي كنا يبقى عندك ألم شديد عند القيام يمنعك من الخشوع والتفكر في صلاتك، بحيث يبقى كل همك في ألمك، هو ده اللي يعتبر عجز. ده مش مطلق الألم بس. ولذلك قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل ما يشمل خوف الهلاك أو الغرق أو الدوران رأس في حق راكب السفينة.
يعني ممكن الانسان راكب السفينه، السفينه بتموج كده، يجي يقف يصلي من قيام يقع، فهمت ازاي؟ او بيجي له دوار، دوار بحر فبيقع، يبقى في الحاله دي عجز عن القيام من اجل ايه؟ العذر الطارئ. او زياده مرض او طول مشقه شديده كما تقدم بعض ذلك. صلى جالسا، لحديث عمران بن حسين السابق، وهو انه قال: كانت بي بواسير، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، فقال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي: فان لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، على اي هيئه شاء، اي من الافتراش او تورك او نحوهما. قوله التورك اللي هو لما ايه بيقعد على وركه في التشهد الاخير، ده اسمه التورك. والافتراش انه يثني رجله اليسرى ويجلس عليها، اللي هي في جلسة التشهد الأوسط. ولكن افتراشه أي جلوسه مفترشا سمي بذلك لافتراشه رجله كما مر. وقوله في موضع قيامي ليس بقيد، إذ مثله سائر الجلسات ما عدا الجلوس الأخير. وقوله أفضل من تربعه، أي وهو أفضل من بقية الكيفيات، فيلزم من كون الافتراش أفضل من التربع أن يكون أفضل من بقية الجلسات، لأن الأفضل من الأفضل من شيء أفضل من ذلك الشيء. والتربع معروف سمي بذلك لأن الجالس أدخل أربعته، أي ساقيه وفخذيه، بعضها في بعض، في الأظهر، أي على القول الأظهر وهو المعتمد. ونقف على قول ومن عجز عن الجلوس. إن شاء الله نلتقي يوم السبت 13 يناير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. السبت 13 يناير 2007، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. أيوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفرق بيننا وبينهم ترك الصلاة. شفت بقى؟ بس في حروب جدا ايام سيدنا ابو بكر كان السبب ترك الزكاه. ايوه، اصل تارك الزكاه ايام سيدنا ابو بكر كانوا نوعين، ناس تركوها تاولا وافتكروا ان هي كانت خاصه بحال حياه النبي لقول الله: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم، فافتكروا ان الامر موجه للنبي، فاذا انتقل الى الرفيق الاعلى فلا يوجد احد مكانه يجمعها، كويس؟ فدول متاوله، فدول ليسوا بكفار. دي طائفه. وفي طائفة تانية ارتدت جحودا مطلقا، مش تأويل. فسيدنا أبو بكر قاتل الذين جحدوا وبين للمتأول. ما احنا عارفين ان من اسباب الكفر، اسباب الكفر الجحود. احنا قايلين تكاسلا، احنا قايلين تكاسلا، انما التانيين جحدوا فرضية الزكاة، يعني انكروها بالكل، فيبقى كافر. لان الكفر جحودي، جحودي ما عرف من الدين بالضرورة، يبقى ده كفر. لكن لو لا يعرفه الا العلماء، زي مثلا ان المراه لا يجوز الجمع بين المراه وعمتي، فده امر ما يعرفوش العوام، واخد بالك؟ فلو جحدها قال لك: لا مش معقول، ما فيش في ديننا كده، لا ينفع. وبعدين بعد كده يقعد مع المشايخ يعلموه، ده ما يكفرش بانكاره، لانه ده قد يجهله، او ان القاتل عمدا لا يرث. هذه امور برضو ما يعرفهاش الا العلماء، فهمت ازاي؟ لدرجة ان ساعات واحد يستعجل يقوم يقتل ابوه عشان يورثه، فاهم؟ انه لما هيقتله يورثه، وبعدين يقبضوا عليه ويتحرم من الميراث، لان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فهمت ازاي؟ فهو كان متصور حاجة مخالفة للشرع الشريف، لكنه لا يكفر بها لان لا يعلمها الا العلماء. فيبقى لو امر لا يعلمه الا العلماء، يقوم لا يكفر بجحوده، ولكن نعلمه له. لكن اللي يعرفه كل الناس، يعني لو واحد عمره ما صلى ولا دخل الجامع، عارف ان الزنا حرام، وعارف ان شرب الخمر حرام، وعارف ان ترك الصلاة حرام، وهو عمره ما راح حتى وقعد سمع شيخ، صح ولا لا؟ فده معروف من الدين بالضرورة. فلما يجي واحد بقى يجي ينكر الامور المعروفة من الدين بالضرورة دي، يقول لك: لا الزنا حرام ليه؟ ده حرية يا اخي ومدنية، احنا ليه هنقيد؟ ويكفر. ليه؟ لانه كده بينكر معروفة من الدين بالضرورة، كإنكار بعض الناس من الحجاب الوقتي، ده مشكلة مش سهلة، لانه ده معروف من الدين بالضرورة. واخد بقى يا اخي؟ ما بنقولش اسماء يا اخي. وبعدين هو الراجل ما انكروش، هو الراجل بس متصور، عنده تصورات كده شاذه في مخه عايز يعالجها. نعالجه.
ده عايز يتعالج، لانه اصلا لما بيجي ينكر مثل ما عرف من الدين الضروره، نقوم نقول له ان هذا الانكار يؤدي الى الكفر، وناخده نتوبه. نتوبه يعني يقعد اجتماع كده مع العلماء، والعلماء يفهموه الادله والاقوال، لحد ما يقول تبت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود. ويقال انه قال كده، الله اعلم، يقال انه قال كده. فطالما قال كده ضمنيا خلاص ما تقدرش تقول بقى، لكن هو بيلعب بالنار. يعني اللي بينكر معروف من الدين بالضروره ده بيلعب بالنار، فربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وجزاكم الله.